مرحبا بك عزيزي المشاهد، وأهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من ليالي السحر وأنوار السحر الرمضانية. ونحن في الليلة 25 في واحدة من ليالي القطر التي يلتمس بها العباد والمؤمنون نورا علهم يصدفون ليلة القطر التي هي خير من ألف شهر. ليلة القدر في العشر الأواخر، وإذا حددت أكثر في الوتر من العشر الأواخر، وإذا حددت أكثر هي في أيام معددة معينة 23، 25، 27. ولكن المؤمن الحقيقي عليه أن يتلمسها في العشر الأواخر، وكل الأيام في العشر الأواخر هي ليالي قدر. بل إن رمضان كله، يعني أنا أعتقد هذا ليس فيه إنصاف لرمضان، عندما تقول بأن هنالك يوم أو ليلة تختلف عن ليلة، ولكن مع ذلك فإن الرسول الكريم أعطى لها مكانا في العشر الأواخر. ولكن هذا لا يعني أن الأيام الأخرى خاليات، بالعكس فيها كرم رباني كثير. أما ليلة القدر فهذه الجائزة الكبرى، ومن قال بأن المؤمنين يسعون إلى الجائزة الكبرى؟ هم يسعون إلى شيء من مرضاة الله سبحانه وتعالى، ومرضاة الله سبحانه وتعالى تعني الشيء الكثير الكثير للإنسان. ولذلك فإننا يجب أن نعد كل ليالي رمضان هي ليلة قدر، إذا كانت ليلة القدر في نظرنا هو أن نحصل على الجائزة الكبرى، فأي نظرة، أي شفاعة، أي بركة، أي رزق، أي مغفرة في هذا الشهر فهي جائزة كبرى. أليست المغفرة جائزة كبرى عظيمة نسعى لها؟ أليس تسهيل الرزق جائزة كبرى نسعى إليها؟ العافية أليست جائزة كبرى ندفع من أجلها أشياء كثيرة؟ ولهذا أعتقد أنه في كل ليلة من ليالي رمضان هنالك جوائز عظيمة، وقد نجد كما نجد فيها ما نجد في ليلة القدر. أما لليلة القدر منزلة خاصة، وهذه استثنائية، وذلك جعلها مبهمة وغير محددة حتى يبحث المؤمنون ويسعون لنيلها في رمضان أو في العشر الأواخر من رمضان. ولذلك نحن نعد كل ليالي القدر في العشر الأخيرة كلها، ونعد كل ليالي رمضان. ولذلك لاحظوا المؤمنين ونحن سعينا قدر الإمكان مما أعطانا الله من صحة وعافية أن نحيي بعضا من هذه الليالي العظيمة التي أنعم الله عليها علينا بها. ألم ينعم علينا بالصحة؟ يعني الإنسان اللي يصوم ألا يعني أنه الله أعطاه صحة معينة؟ يعني ألا يعني أن ساكنين نحن في بيوت تأمننا من الحر والبرد وغيرها بالشيء؟ ليست هذه يعني واحدة من الأشياء التي قدمها الله لنا سبحانه وتعالى؟ هذه كلها أشياء ننعم بها، ولذلك نحن صمنا، ولذلك نحن قضينا ليالي السحر إلى رمضان. لو كنا بلا مأوى، بلا طعام، بلا رزق، بلا أمان، بلا هذا، لما استطعنا لا أن نصوم ولا لما استطعنا أن نقضي هذه الليلة. لا قضينا الوقت كله لندافع عن أنفسنا مرة، أو نختبئ من برد أو من حر أو من عدو أو من ضائقة أو غيرها. الله سبحانه وتعالى والحمد لله كفانا كل هذه المحرجات، وبالتالي تفرغنا نحن للصوم وللعبادة. وبحد ذاته هو أن تصوم وأن تدعو وأن تصلي، هذه لم تأتي من فراغ، بل هي نتيجة لأشياء، نتيجة للرزق، نتيجة للأمان، نتيجة للصحة، نتيجة لأشياء كثيرة. يعني أنت لو كنت مريضا جدا هل تستطيع أن تصوم؟ لا، وبالتالي فالصوم دليل على الصحة. لو لم يكن لك بيتا تسكن فيه وشيء فيه من الراحة، هل استطعت أن تقضي الليلة وغيرها من العبادات؟ تأكيد لا.
فإذن هذه ممارسة هذه العبادات تؤكد أن الله سبحانه وتعالى أعطاك شيئا ساعدك عليها. ولكننا طبعا نسعى ونطمع، والله بابه مفتوحة، هو الخزين والمعين الذي لا ينضب، وهو الذي يتجه إليه الذي يستحقون والذي لا يستحقون. الله يرزق كل الناس، بعض منهم يرزقهم تكريما، والبعض منهم يرزقهم تجربة، والبعض منهم يرزقهم زيادة حتى يجعلهم يزدادوا بغيهم، وبالتالي حتى يصلون إلى يومه الأخير وهم مغرقين بالذنوب والأوحال، وبالتالي حتى يأتي يوم الحساب وهم مأخذين أخذ عزيز مقتدر ويقول: هذا اليوم الذي كنت توعدون، خذها وأنت العزيز القدير الحكيم القدير كما يقول القرآن الكريم. وبالتالي هنالك تعابير كثيرة في القرآن الكريم فيها أيضا سخرية، يعني قل لهذا خذها وأنت العزيز، يعني يا عزيز، وهو راح يروح للنار. يعني بالتأكيد الله يسخر من أولئك الذين عاثوا في الأرض فسادا. واحدة من الأشياء التي يعث بها الآن فسادا بعضا من المتمثقفين، وخصوصا أولئك الذين يركبون موجة الإلحاد، أو أولئك الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى ملكة في الحديث وملكة في البلاغة، وأعطاهم ملكة عقلية، فأخذهم يستغلون كل شيء من أجل الطشة ومن أجل الاشتهار وغيرها. وذلك تلاحظ الآن كثير من المتمثقفين يحاول أن يقدم نفسه وكأنه مثقف ملحد، ويكتب كتابات لا تخدم الإيمان، لأنه الآن الجو السائد هو جو الإلحاد ورفض الدين وغيرها. هنالك أجندات خارجية أخوان الآن، هذه موجات وتقليعات تأتي في كل فترة، وهنالك أيادي خفية أخوان، أيادي خفية، وهذه هي الأيادي الخفية، هي اللي ترفع بعض الكتاب وتدفن بعض الكتاب. لذلك تلاحظون الآن أكو واحد تارس الدنيا، طبيب بيطري ليس له علاقة بالتاريخ القديم، خابص الدنيا على أنه ماكو أنبياء بالتاريخ وكذا 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 وكذا، يحاول أن يركب الموجة. وأنا الدكتوراه في التاريخ وهو ليس دكتوراه في التاريخ، وأنا المتخصص وهو ليس متخصص، وأنا اكتشفت وهو لم يكتشف شيء، كل كتابات قديمة وكاتبها دنماركيين وكاتبين هذا نفس الكتابات هاي ومترجم قسم العربية، وأنا قرأت في العبرية وهو لا يعرف العبرية، وأنا وجدت في التوراة وهو لم يقرأ التوراة، ووجدت في بحثت في التاريخ ولا هذا، وفي الآثار وهو لا يعرف شيء في الآثار. طبيب بيطري طلع من الدائرة مالته عمره 50 سنة، طبيب بيطري طلع قال لك كان شاعر بزمن صدام حسين، وبزمن زمروا له وطبلوا صار شاعر العراق الأول، بعدين ورا 3 سنوات قال لك أنا ناقد، هم زمروا له وطبلوا قال لك الناقد الأول، بعدين قال لك لا خلي أروح أدخل هاي المعاهد الغير معترف بها. يا بنت شلون طبيب بيطري تكمل ماجستير تاريخ؟ يعني ما تصير. قال لهم إيه أنا جاي أثقف خلاص. قالوا يابا هاي بفلوس تأخذ ماجستير وكمل دكتوراه، بهذا ما حد غير معترف فيه، يعني أي واحد يروح بيه. يعني يجي يقول لك أنا متخصص أنبياء غير موجودين وما أدري شنو، يحكي بكيفه. تلاحظون هذا الشخص الذي ما عنده شهادة أكاديمية ولم يدرس في أي جامعة في العالم، أعطوني الجامعة اسألوه، هو هذا الشخص الطبيب البيطري، اسألوه أنت خريج أي جامعة؟ راح يسكت. قولوا له البكالوريوس مالك، أنت كملت عديش، دخلت يا كلية؟ راح يسكت. كلية الطب بيطري، من خلصت طب بيطري ايش دخلت؟ ها دخلت معهد، هذا معهد مال شنو؟ تاريخ معترف به؟ لا. زين شلون انت طبيب بيطري بكالوريوس طبيب بيطري وتكمل تاريخ؟ ها اي يصير. يا شلون يصير؟ شهادتك معترف بها؟ ها ما اعرف.
زين العاد شلون درست بالجامعات العالميه؟ وينك درست بها جامعات هذه؟ بهلوان. وتلاحظ السوشيال ميديا بالعالم كله مغطي لك هذا البهلوان ويدعي باشياء عظيمه وهو جاي بالفيس. واسرائيل بالعربي تكتب اكو صفحه اسمها اسرائيل بالعربي ياخذ منها ويجي يكتب لك. يابا هذا التعابير اللي استخدمه مو توراتي، انا قارئ التوراة مرتين ثلاثه، لك هاي تعابير مو توراتيه، ارجع اراجعها بالفيس القاها مكتوبه باسرائيل بالعربي. ف ماخذ منه وجايب منه وجايب منه. وهاي كتابات قديمه انا اكتشفت، يقول وين اكتشفت؟ هاي كتابات موجوده. وكان اكو واحد درسه الله يرحمه اسمه فوز رشيد، هذا كان يتحدث بها، هو اللي درسه بالمحد هذا، معهد التاريخ، لا 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 ما حد تابع لا العراق ولا الجامعات العراقيه ولا وزاره التعليم العالي ولا شيء. هسه كل العالم سوى فاتحه معاهد اليوم كيف تخرج العالم وهذا. يا بليش موجة الإلحاد بالتسعينات، موجة الشعر، قال أنا شاعر، أنا بودلير العراق، قال يعني بودلير طبعا لهذا. فالآن بعض المتثقفين يركبون الموجة أخوان ليشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وبعدين هاي راح يصفق لك كم واحد ومحصل لك 5 ملايين متابع وكم وحدة هلا وانت العظيم وانت البطل. وبعدين هاي شو تفيد؟ شو تفيد احترامك لنفسك؟ وشو تفيد الحقيقة؟ وشو تفيد لبلدك؟ وشو تفيد تاريخك؟ وشو تفيد ربك؟ هي ها هي يعني تتخلد بهاي. صدام هم تخلد بالذبح، نابليون هم تخلد بالذبح، وهتلر وسليني هواي تخلدوا بالذبح. انت هم راح تتخلد، تخلد بهاي. اما الزبد، انا دائما يقولوا لي هذا ما ترد عليه، قلت لهم هذا اكبره اذا رديت عليه، يعني هذا احد طلابنا اللي تافين، اللي هذا المعهد احنا ما ندرس فيه، هذا رجل لا طالب درس تاريخ ولا شيء، هذا رجل ركب الموجه. قال له رد عليه، مو هذا ملأ الدنيا، خربط الدنيا. قلت لهم اما الزبد فيذهب جفاء، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. هذا زبد. قلت لهم شوفوا فلان، اكو واحد طلع هم معمم، هم الله والقران ومدري شنو، وشاشين هالقران وشام شنو، هم معمم معوى هذا، وينه؟ صار عنده 100 مليون متابع، ومن المشرق للمغرب يحجون بهذا الشيخ العراقي السيد وهذا. وشنو شنو شاشين القران؟ شاشين الصلاه هيجي، وقعد وهذا وعنده كتاب قديم ماخذه منه ويحكي نصا. أني نوبات يدعيني، هذا هو يعتبرني أستاذ، قلت له بابا أنت لا أنا لا أستاذك ولا شيء، أنت واحد خارج هذا. جملة واحدة يريد يحكيها ماكو، خارج اللي يقرأ يحفظهن ويجي يحكيهن. وينه؟ وينه فلان؟ راح راح راح. هاي فقهات لن يؤثروا. أما الزبد فيذهب جفاء، الزبد شوفه يطلع ويصعد ويغطي ويروح. أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تلاحظون الشخصيات اللي تبرز ومستندة عليهم، يعني علي الوردي رجل حورب بشكل غير طبيعي في زمانه، حورب من قبل الشيوعيين والقوميين البعثيين يعني في الستينات، كان عنده برنامج حتى رادوا يقتلوه، يعني هو استاذي وكفور بمسدس والله تقدم البرنامج وقتلك. وكان يتكلم عن الشخصيه العراقيه، بعدين زمن صدام حسين منعوا كتبه واذوه جدا. من اللي بقى؟ علي الوردي لو صدام حسين هسه راح يبنون مدينه سكنيه اسمها علي الوردي. يعني لمن يقرؤون الان؟ لصدام لو علي الوردي؟ وكو ناس طلعوا ايضا يتكلمون على علي الوردي، اتذكرهم فلان وفلان 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 دكاتره من زملائنا كانوا، وكنا نقول لهم ليش بابا ليش؟ راسا صاروا بالرئاسه وما ادري شنو وشغلات هاي بالثمانينات والتسعينات، من زملائنا كانوا بالجامعه، وينهم؟ هم انطوهم مناصب مستشارين بالرئاسه وما ادري شنو وهذا، والله احكي على علي الوردي وفند اراء علي الوردي وفند هذا وشنو، وينه؟ ما حتى دفنوا خارج العراق
ما تعرفهم منه، حتى لا أحد يتذكرهم يعني، حتى أبنائهم غير معترفين بهم يعني، وين؟ فالانتجار الحقيقية والنصر الحقيقية والتخليد الحقيقي أن تكتب ما ينفع الناس. أيها المثقف، أيها العالم، أيها الأديب، لا تركض وراء المناصب وخدمة فلان والخوف من فلان. أيها المدونون في الفيس، لا تبحثون وراء اللايك والمدرشين والهذا، حتى ولو عادوكم كل الناس، لو سبوكم كل الناس، لو شتموكم كل الناس، ما دام تكتبون الحق ويخدم الله سبحانه وتعالى فافعلوا. أكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى، ونحن نكمل أحاديثنا في هذا السحر في إحدى ليالي القدر التي يجب أن تكون فيها الموعظة الحسنة والكلام الذي ينفع الناس. نحن لا نتكلم عن كلام عابر مستهلك، وإلا لما أتعبنا أنفسنا وجئنا لكي نقدم شيئا، يجب أن نقدم شيئا جديدا يخدم الناس. ولذلك في هذه الليلة حبيت أن أتكلم عن ضرورة تضافر الجهود الإنسانية من أجل خدمة قضية دينية مهمة جدا، وهي محاربة تفشي، أن لا أقول الإلحاد، عدم ابتعاد الشباب عن الدين يعني. طبعا أنا لا أقصد أن واحد لازم يصير متأسس، احنا كنا من كنا شباب صغار ما كنا من ذولك، لا نصلي إيه نصوم إيه، بس ما كنا هيك على متسقين، ولا أنا لا نقصد هذا. أنا نقصد يوجد إيمان بالله سبحانه وتعالى، واحترام الصلاة واحترام الصوم واحترام لبعض التقاليد، وابتعد عن الخمر والعياذ بالله، هذا المقصود. وإلا بعد ذلك تروح سوي سوي، اطلع طوب العب طوبة شنو، حب ازعل شنو، البس ما شاء البس المودة، افعل ما شئت يعني، احضر سينما احضر حفلات احضر ما شنو، جميل. ولكن نقصد الأساس، الأساس الذي يجب أن نرتكز عليه، لأنه الأساس هذا عندما تكبر يكون قاعدة لك لكي تقدم لأبنائك نموذجا يهتدون بك. كثير من الأطفال انحرفوا لأنه وآبائهم في غاية التقوى، لأنه شافوا آبائهم من كانوا الأطفال عندما كانوا أباهم شباب كانوا يمارسون الخمر وغيره، وهذا عود بالأخير راح الحج وما أدري شنو وصار هذه مذوب. أخوان النقش في الصغر يعني التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، وهي يقولها المرة الألف، الإنسان شخصيته تأتي من اللاوعي، اللاوعي يتكون هذا السبكونشس، يتكون بالطفولة، وبالتالي ما تحب ما تكره ميولك اتجاهاتك رغباتك هاي كلها تتكون وانت طفل. فانت عندما ترى والديك خصوصا والدك، والانسان في الطفولة يتمنى ان يعيش في عالم ابيه، وكما قلت اكثر مرة يريد يعيش بيت ابو بيوت، البنات يصيرون امهات والولد يصيرون اباء، وتعالوا جيت من الشغل وهذا وسوي حسوي لك اكل، نفس الجو الاسري يحبون يعيشون به وسعداء، لأنه حتى أفلام كارتون تعيشهم في عالم الكبار يعني، بس بطريقة مقبولة بطريقة الحيوانات وبطريقة ما أدري إيش. وهذا لهذا الطفل يتأثر، أنت بالأخير معلم ما تشرب قدامه وتسوي مسائل قدامه ودشينه، وبالأخير تجي والله بابا ابني ليش تمصلي أنت، مو أنت زرعت بقلبه وبروحه وبدمه الانحرافات، تجي تقول له بالأخير ليش أنت خلقت منه الانحراف، أنت خلقته عمودا وعودا معوجا، فكيف تطالبه أن يستقيم وأنت الذي أعوججته؟ فلذلك الإنسان يجب على الأقل يكون نموذج طيب، طيب بالأبناء. وتلاحظون كثير من الأبناء الطيبين الذين كانوا شيئا عظيما عاشوا في بيت طبيعي، مو بالضرورة أن يكون رجل دين، إنسان طبيعي، امرأة تصوم تصلي، مو بالضرورة أن تكون كذا وكذا وكذا، وأب طبيعي يعني إذا ما يصوم ويصلي فهو مؤمن ويحترم القرآن ويحترم هذا،
ما يمارس الخمر قدام البيت، اوكي هذا جو صحي. الطفل ينشا حتى وكان ابوه ما يصلي مثلا، ما يصلي بس ما يشرب قدام الخمر، ما يشرب، من يطلع القران يحترمه، يعني قران موجود بالبيت، بعض الاحيان يلزمون يقرأون قران، ماشي جو صحي. لذلك هذه الاشياء اصبحت ضروريه جدا. يعني المجتمع يواجه اشياء كثيره، لذلك عودا على بدء، بدأ الشباب يتأثرون ببعض كتابات من بعض الناس اللي يدورون طشة وخاطر يحصل هذا، مراهقين عمر كل واحد 60 سنة، ومراهقين عمر 60 سنة، ها ايش كتبوا عليه؟ والله عيب. يعني أنا أشوف الناس، يعني أنا التقائي بالناس قليل للأسف يعني، بس هل أعرفهم يعني قاعد والله راح أرجع البيت، يا بليش والله اليوم كتبت في الجملة أريد أشوف اللايكات اللي راح تجيني والهذا. واحد عنده أحفاد والله اليوم بناته وايد الزولي تعليقات والله يتشي، وحاط صورته مع القرن 16 وفرحان، وبالليل والله واحدة خبرتني وقاعد والله، يعني هي الحياة. يعني أنت بعدك مراهق عمرك 14 سنة 15 سنة، حرمان هو كنت حرمان، بس يعني شنو والله وقاعد ويخابر وسد الغرفة وقاعد هذا وعصبي على عائلته وما ادري شنو هذا والله، ها لايكات ما ادري شنو. وكتبت اكو بعض السيدات عمرها فات 60 70 سنه حاطه صورتها مال 30 قبل مال القرن 13، تطلع قاعده تشرب شاي صوره دزتها راحت قبل هذا، شنو التعليقات؟ فال 750 الف تعليق، الله شو هالعظمه، شو هذا، شو شو العظمة، مريض تشرب شاي، شو العظمة يعني. راحت لزمة شجرة باستها، أحب الشجر، حط دزتها، الله شنو هالعظمة، والله أنت إنسان، هذا خليها. راحت نامت قعدت كتبت لها شيء، وعايشة يومية 45 بوست و 47 قاعدة بالقناة أخذت صورة، راحت للمطبخ أخذت صورة، قعدت يم وردة أخذت صورة، جدتي ما أدري شنو أخذت صورة، لبست لها باروكة أخذت صورة، تحمرت أخذت صورة، وهاي عايشة بهاي، شنو يعني، يعني شنو الموضوع؟ شنو الموضوع؟ شو هالعقد؟ وذلك تلاحظون اكو ناس الان عايشين في جو افتراضي. لذلك من تقول لهم يا بترى على كيفكم، اكو ناس الان يصدقون هم كتاب، وهذا من تقول بابا هذا حكي ترى هيجي. لا انت شنو، انا يعني عندي الاف المعجبين، خبلوهم خبلوهم. ولذلك ماكو بعد الشباب والزواحف كثيرين يعني. اتحل فأقصد أنه الآن بعض الكتاب يكتبون بما يمشي بالشارع، ولكن أبنائي أخواني أعزائي أساتذتي، مو هذا بأثر. فنرجع لهذا الذي يكتب أنه ماكو أنبياء ومدري شنو، أخي ماكو أنبياء لأنه كان سابقا الكتابات قليلة. يعني هسه أنت عندما تلقى حمورابي وتلقى مدري فلان اللي كتبت بزمانه 5 أسطر بس، 5 أسطر عن نفسه يمجد نفسه، قابل يكتب له على واحد قال له اكو الله وما ادري شنو هذا، هم معتبرين مخبل، اللي النبي يعتبره مخبل اللي يطلع بذاك الزمان، يعف هذا. وبعدين هو يكتب يمجد نفسه، يكتب واحد طلع عليه واحد يقول لي اله، شلون يمجد بي؟ اثنين والله ما وجدنا اثار، ليش هم الانبياء طلعوا ضد الاثار، طلعوا ضد الاصنام، هم اساسا الانبياء اللي ارسلهم الله قبل الرسول طلعوا ضد الاوثان، فشلون يسوي لك وثن؟ شو ما شفنا آثار غير هالآثار، أصنام ومعابد، المعابد والأصنام وثنية، هم طلعوا ضدها، فشلون النبي ايش اسمه؟ ثلاث رابعا وهو مهم، احنا ما مكتشفين عن آثارنا بالعراق غير 1%، اخوان 1%، لدينا 200,000 تل أثري، كل تل اثري به 5 طبقات على الاقل، يعني لان تعرف سهل الرسوم بالعراق، يعني بزمن حمورابي على بعد 40 متر، في زمن السومري على بعد 50 متر، في زمن العباسي على بعد 7 امتار 8 امتار، هاي مدن تنبني فوقها يسموها طبقات، كل تل به 5 طبق، حوالي عندنا 1,000,000 مدينة أثرية، 1,000,000 مدينة أثرية، المكتشف الان عندنا 14,000 تل اثري او 12، وحتى هال 12 غير مكتشفة بشكل جيد، يمكن 4,000 تل أثري مكتشفة بشكل جيد من أصل 1,000,000، فلحد الآن احنا مكتشفين. بالإضافة إلى أن العراق يكتب على طين، طين
بكتاب السومرية وبعدين يفخروه يعني طابوق يسووه. هذا الآن موجود على عمق 20-30 متر. أرض العراق أرض جوفية بها مياه جوفية، طين وبنص طين، شبقة منه ما حتى متيجة. فإحنا نحن لم نكتشف من آثارنا سوى 1%. أخوان وتقول لي أشو ماكو آثار الأنبياء؟ نعم، لو اكتشفنا المليون مدينة هذه واكتشفنا كل آثار بها حتما سنجد الكثير. أكو شيء مهم يعني، الآن إحنا عندنا بالعراق أهم إمبراطورية بالتاريخ اسمها الإمبراطورية الأكدية. ليش؟ لأن العاصمة اسمها أكد. إمبراطورية سيطرت على الشرق الأوسط كلها، إيران وخليج العربي وجزء من الشام وتركيا وهذا كلها وصلت مصر. سموها أول إمبراطورية بالتاريخ. العاصمة أكد، وعندنا كتابات أكد ودخل أكد وهذا. وين أكد؟ إحنا ما نعرف. عاصمة حكمة الشرق كله عشرات السنين ما ندلها وين؟ ماكو أكد. قل لي وين؟ بابل، بابل معروفة، سومر معروفة سومر، نينوى معروفة نينوى، وينها أكد؟ ما نعرف، ما ندل. وجدنا كتابات أكدية تقول. وين أكد؟ ما نعرف. وجدنا أنه مدينة أكدية عظيمة يحكمها واحد اسمه ريتشارد جون الأكدي وبنته اسمها إنخيدوانا، وإنخيدوانا تكتب أشعار، ولقينا الأشعار مال إنخيدوانا أول شاعر، ولقيناها موجودة بنيبور، ووجدناها أيضا في مكتبة أشوربانيبال بالشمال، وجدناها في بابل وأفتش وغيرها أماكن. أكد وينها؟ ماكو. بيوت وقصور وشوارع ما ندلها وين، راحت صارت جو الأرض بين طين بين طين راحت. احنا العاصمة ما ندليناها وما نعرفها. تجي تقولي ليش ما كاتبين عن النبي؟ اخوان احنا لحد ما مكتشفين. فيجي واحد يقول لي احنا كل اكتشفنا هذا، لو تجمع كل اللي انكتب، كل اللي انكتب عن تاريخ العراق ما طلع لك دفتر بالستين. 7000 سنة يعني القديمة يمكن كتابه بالستين يعني. هاي كتابات كلها. زين هاي الكتابات كلها للمعبد والمادري ايش والمادري دعك من اختام الاسطوانيه والملك وسوها، يكتبون على واحد متدرويش اكو الله ودير بالكم ما ادري شنو وراح تجيكم هذا وراح يكتبون عنه. مع ذلك يقول لي ماكو بالتاريخ. ليش؟ يوسفيسوس هذا واحد كاتب قال الدوله الرومانيه راح ينتقم منها الله لان قتلت واحد رجل صالح يدعو للتوحيد اسمه يحيى بالقرن الأول قبل الميلاد. مو يحيى مات قبل الإسلام، كان ابن خالته لنبي الله عيسى وساعده ومدري شنو، وهو اللي غطس بنهر الأردن وسوى للتعميد. وجدنا تل بالشام يتحدث عن شخص اسمه نبي ملك وإلى نبي اسمه داود. داود اسمه داود. وجدنا اسم شلمانو سلمان سليمان. عندنا شلمنصر اللي هو شلمانو أشريدو، الشلمانو أشريدو الأول، شلمانو أشريدو الثاني، شلمانو أشريدو الثالث، شلمانو شلمان نبي. الدولة الأشورية كانوا يعبدوها ناس اسمه شلمانو، يعني متأثرين باسم واحد اسمه شلمانو، اسم سلمان. ليش ماكو؟ وجدنا بمحمد قيقام الشخص اسمه أتونوح بوشتوم، أتونوح نوح عمره بالأسطورة عمره 1000 سنة، اللي نجى من الطوفان اللي راح لقيقامش قال له أنا أريد أتخلد مثلك أعيش 1000 سنة، قال له ما تتخلد أعمل الأعمال الصالحة. زين هذا مو نفسه نوح؟ يعني وجدنا إشارات. مع ذلك من هاي النتف اللي ما تنكتب يجيك واحد والله. وبعدين هاي الكتابات هو يقول انا اكتشفت. شنو انت اكتشفت ابني؟ انت طبيب بيطري، انت لما تشيل نحرق تاريخ انت قاعد لازم لك الجاموسه وده تقيس هاي الجاموسه راح تولد هسه لو باكر. علم عظيم البيطره، انا ما اسخر، بالعكس اساس تطور الشعوب انه تهتم بالحيوانات والزراعه والبيطره. حلو، وعالم البيطره وطبيب البيطري اهم خريج تاريخ طبعا، علما وعقلا وانتاجا. مدرس التاريخ يدرس بالمدرسة، بس هذا يقدم لنا ثروة حيوانية. أنا مدى أسخر، بالعكس. ثاني شهادة عندنا بالعراق بعد الطب هي الطب البيطري، وتجي بعدها الهندسة من المجموعة الطبية تعتبر. أنا مدى أسخر، وكل اللي راحوا طب بيطري ناس أذكياء جدا، جابوا معدلات
بال 97 هذا يمكن لو صار 98 كان صار طبيب. واغلبيتهم كملوا ماجستير ودكتوراه وصاروا يدرسون كليات الطب مواد معينه بيولوجيه، لانه البيولوجيا اللي يدرسوها بالحيوانات هي نفسها بالانسان، كمل ماجستير ودكتوراه تصير مدرس بكليه الطب. انا بدي اسخر هاي، بس انت جابك على التاريخ بتقوم هذا والله، لانه اكو الحاد لازم تكتب التاريخ. والاجندات الخارجيه والان هاي الصهيونيه وغيرها، وراح تشوفون هذا الشخص نفسه راح يكتب ان اليهود هم اصحاب الارض، بدا يكتب هسه شويه، بدا يكتب صار كم شهر انه فلسطين ارض يهوديه وحق لهم، بدا لانه قام يشوف حلاوه، لانه نشروه للعالم كله وهو طبيب بيطري سواه مؤرخ. سوكم الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مره اخرى، ونحن في هذه اللحظات العظيمه، لحظات واحده من ليالي القدر التي نتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. لم يبقى من رمضان شيء، تلاقفوا ليالي القدر، فمن فاتته الليالي السابقة فعليه أن يحوز ببعض من ليالي القدر أو من بعض من ليالي رمضان، عله يأخذ شيئا من المغفرة وشيئا من العطاء وشيئا من البركة وشيئا من الرزق. كثير من الناس قصروا بحق أنفسهم في هذا الشهر الفضيل، والتهوا وانشغلوا بمحاولة السحور خارج البيت، وحلوة بس سويها بشهر 3 مرات مو دائم كل الشهر، والخروج بعد الفطور ويرجع مباشرة بعد الصلاة، يعني حلوة سويها مرة مرتين، يعني اطلعوا يا عائلتك مرتين ثلاثة بس مو الشهر كله. وذلك أنا أقولها لمن قصر بحق نفسه، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لا عبادتنا ولا نحن محتاجون، وبالتالي هي لا تمنوا علي إسلامكم وإيمانكم، هذا الدعاء وهذا التقوى وهذا التقرب هو لك لراحتك النفسية، لحياتك، لصحتك، لمستقبلتك، لأي شيء، لأبنائك أيضا حتى تكون سنة. الأبناء لما يشوفون أبائهم دائما 24 ساعة خارج البيت، فبالتأكيد يعني ستكون لهم سنة وتلتصق بأذهانهم، فإنه عندما يكبرون سيجعلون ليالي رمضان وكأنها للمتعة والزيارات والمتع. صح، زور أمك، زور أبوك، زور أصدقائك، زور أخوتك، ولكن مو يوميا تطالع، يعني مو معناها أن رمضان للعبث. أعرف أنه للأسف رمضان صار للمسلسلات مباشرة، هو يقول الله أكبر، حلوة واحد يفطر يشوف لفت شيء طيف شيء، لكن هم ياخذوها من الفطور للساعة 3 يمكن 12 2 وبعدين ينام، والبعض للساعة 10 يمكن يطلع أو 12 ويرجع، وبالتالي لم يروا من رمضان إلا المسلسلات، وصاموا صح صاموا وصلوا صح صلوا، بس لم يفوا رمضان حقه الذي فرضه الله سبحانه وتعالى. قراءة القرآن جميلة اليوم. طبعا أنا ما أقصد أقول استعراض، يعني طبعا هنالك قول للإمام علي عليه السلام، هذا فصلته كثيرا في كتابي الحكمة عند إمام الحكمة علي بن أبي طالب، أفضل الزهد إخفاؤه، أفضل الزهد إخفاؤه، يعني أنت زاهد جميل، بس بمجرد أن تخليه حالة استعراضية انتهى الزهد، صارت لهدف حياتي. أنت زاهد بالدنيا ومتبتل وما أدري شنو، تروح تمارسها قدام الناس بمناسبة وغير مناسبة، هذا بالتأكيد ليس بزهد، هذا استعراض. وأي شيء استعراضي فإن فيه شك أن يكون لله سبحانه وتعالى. ما أردته للناس رياء لن يكون لله أبدا، فلله لله، وما للرياء للرياء أخوان. لهذا فإن الزهد جميل أن واحد يكون زاهد، ولكن
الأجمل أن يكون إخفاء هذا الزهد. طبعا قد يقول قائل إن من يعظم يعني فرائض الله هذه من تقوى الإيمان والقلوب. نعم أنا أقول فرائض صح تصلي، بس مو تروح تصلي بنص الشارع على مود تقول لهم أنا أصلي، لا قد يكون هي لزمتك وما عندك مجال وصدق وهذا صليت. يعني أنت ليس الأعمال بالنيات، ولكن أنت تجي مثل ذكر أحد الأخوة كان معانا بالجامعة صار معاون عميد، أنا عرفه قبل السقوط كان رجلا داعرا يعني عفوا، بعدين تسلق وصار معاه يعني ادعى أنه كذا كذا. هو يصير ساعة 12 يروح ينزع تكرمون الحذائل بس تكرمون النعال ويروح يتوضأ في أقصى حنفية في الجامعة، في الجامعة يروح لهناك يروح يتوضأ شنو هذا ويجي يتمشى هاي المسافة كلها قدام كل الموظفين والموظفات، بعدين يسد الباب وبحجة يصلي. وكان بعض الأيام لا يصلي، كان يعمل الكبائر. فهذا المرائي كان يريد يكسب الناس، بعدين يعني اكتشفت العملية، يعني اكتشفت للأسف يعني أن هذا رجل يرائي الناس. يعني أنت شقد تكذب يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة، بعدين يعني ناس تعرفك. يعني فهذه المراءة لم تكن لله، يعني هذا الزهد اللي هذه مو زهد حقيقي، هذا استعراض. يعني فالقصد أفضل الزهد إخفاءه. أنت زاهد خفي يعني لا تظهر، أما تريد تخليها رسالة نعم هنالك طريقة طبيعية أنك تقدم زهدك للناس، فقدمها بالطريقة الطبيعية وليست بالطريقة الاستعراضية. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد وأهلا وسهلا بك. طبعا كثير من الأفعال التي يقوم بها الإنسان بنية صادقة وفيها قسوة على النفس فبالتأكيد فيها أجر كبير. يعني أنا استمعت للشيخ الذي قبلي الذي قال إنه الإنسان الذي ينقذ إنسان، حتى عملية الإنقاذ صومه يبطل. يعني أنا أضيف يعني أقول بأنه العمل الصالح بنية صالحة بالتأكيد هي أجدر من أن تكون بفريضة. عمل صالح، عمل صالح خير من عبادة ألف سنة. وبالتالي العمل الصالح ما دام هدفه صالح وهدفه لله فكل ما فعله هو ضمن الإطار الشرعي وضمن الإطار الذي لا يتعارض مع أي قضية أخرى. وأنا لا أناقش هذا الموضوع كثيرا في هذا الاتجاه. هنالك أمثلة سقاها رسول الله، يعني قال إن بغي من بني إسرائيل مثلا دخلت الجنة لأنها شاهدت كلبا أجربا عفوا يلهث من العطش، والبير ما يقدر يدخله لازم البير يطلعوه بالدلو هذا، وما عندها يعني هالعقلة فدلت بالماء وسحبت مي وحطتها سكت فخذيها عفوا وحطت وهو بدأ يشرب الماء، فهذه دخلت الجنة هاي البغي من بني إسرائيل لأنها قامت بعمل إنساني، قامت بعمل عظيم تنازلت بها عن كل ما تملك. في مرة الرسول الكريم، الدين الإسلامي هو دين سمح، في مرة جاء أحد الصحابة إلى الرسول وقال له يا رسول الله ارتكبت شيئا أثناء صيامي، فقال له الرسول اعتق 60 يعني واحد تملكه، قال ما عندي يعني ولا ما عندي بك شيء، قال صم 60 يوما
قال ليس لدي القدرة أن أصوم 60 يوم. يعني قال لا أطعم 60 جائعا. قال والله لو كان عندي مبلغ لا أطعمت نفسي. وأنا جائع أريد أن أتوب، يعني قمت بعمل وهذا. فالرسول قال له ماذا تملك؟ قال له أملك هذه حبة التمر. قال له خذها واطعم زوجتك وقد غفر الله لك. نيته يريد الله يغفر له. نيته رجل ارتكب خطيئة وجاء واعترف ويريد يتخلص من هذا الذنب، أكو شيء أقوى أقسى منه غير قادر أن ينفذه. طبعا هذا ليس معناها أن توقف الحدود، لا، يعني الحدود يجب أن تقام، ولكن يجب أن تقام. حتى أن الإمام علي عليه السلام كانت لديه رأي في الحدود التي أقيمت في زمن الخلفاء الثلاث، يعني كان له رأي، لا هذا لا يقام عليه الحد، تلك لا يقام عليه الحد، وذلك مبالغ في الحد عليه، وأشياء كثيرة. يعني كان لديه رأي أنه الحد يقام بطريقة علمية، ما دام النية صافية، ما دام الهدف إصلاحي، ما دام الإنسان يتبرأ. إذا كان حتى أنه صار فقه بعدين، أنه إذا واحد ما يتحمل الجلد انجلده، وإذا انجلده يموت ونعوف عياله، فنسوي استعراض نخليه يعيط بغرفة. بعض الطوائف بدأت تؤمن، يعني يقول لك إيه نحطه بغرفة ويصح، ممكن، يعني بعض الطوائف يعني أقصد صارت فيها بعض التخريجات يعني. ولكن الإسلام دين سمح، ما إنسان عاقل ويروح يشرب خمر لا يقام عليه الحد. كان أحد صحابة اسمه أبي محجن، واحد من الصحابة اسمه أبي محجن، أهم ما تحكي على الصحابة، لا صحابي اسمه أبي محجن، أبو محجن معروفة تذكرها كل المصادر، كان يشرب الخمر. يعني حتى من جاء بالجيش الإسلامي للقادسية هو كان يشرب الخمر، حبسوا عاد، أقاموا عليه الحد. يعني بس بعدين معركة صارت أطلقوا، أكو ضرورة مثلا. هذا هو رجل تاب يعني صحابي، وهذا الصحابي مات وقبر في أذربيجان الآن، يعني أبي محجن. يعني فالقصد لا، هذا رجل عاقل لكن ده يشرب، يعني صحابي ويقام عليه الحد. فالقصد لا، الحد يجب أن يقام، ولكن لا مبالغة في الحد. الإمام علي أحد المرات سمع أن أمر بجلد أحد الأشخاص، قام بخطيئة كبيرة علنية، فقال جلدوه. الحساب كان 100 جلدة أظن، ولكنه كان ماذا يفعل؟ كان حسوا الجلادين أنه منادم، كأنه منادم يعني، ويقاوم مش، وهم يجلدوه، فجلدوه أكثر. فبعدين من إجي خلص الجلد رجع لي قال لي يا أبا الحسن الحق حق له، والعدل عدل، والحد حد، لماذا جلدتوني أكثر من 100 جلدة؟ قال له ومن جلدك؟ قال له جلدوني أكثر. قال كم جلدوا؟ قال كذا زيادة، داس على الجلد. ليش جلدتوا أكثر؟ قالوا رأيناه غير نادم. قال وكيف عرفتم لن ندمنا؟ أليس هذا عذاب وألم؟ يعني كيفكم؟ هذا حد محدد إلهي، أنتوا تطبقون الشرع، أنت عليك الجلد، أنت أمسك الصوت وجلدهم حتى بعد اللي يخالفون هذا. فذلك أبو الحسن يقيم الحد على يجي شرطي مثلا من شنو مخالف ويا واحد لا يقول له تعال أنت خذ حقك. ماكو قدسية للرجل الأمن ورجل من شنو والسلطة، ولا ماكو استغلال السلطة في زمن علي بن أبي طالب. دولة علي كانت دولة الإيمان الحقيقي والعدل الحقيقي وعدم الظلم الحقيقي. أبو الحسن كان مثبتا لكل الأشياء، ولكن مع ذلك كان يفتر بالليل ويشوف أكو تقصير أكو شيء، أي تقصير قال أتحمله أنا. في مرة كان يسير، وهي الحادثة معروفة، أنه شاهد أن امرأة ليس لديها طعام، أطفال يونون، فدق الباب قال لها يا أمة الله
لما يونون؟ قالت جياع وليس لدينا طعام. قال وأين رب المنزل؟ قالت قتل مع علي بن أبي طالب. ما تعرف يعني قابل التلفزيون هذا. قال هو أين يعني عندكم أنتم عطاء؟ عندكم شيء؟ عندكم هذا وين؟ قالت لا يكفي معنا. قال انتظر يا أمة الله. راح وحط على ظهره طعام على هذا وجاء. قال له احنا شيء؟ قال لهم لا، هذه مسؤوليتي اني، اني مقصر، هذا انا تقصيري، اني هذا اني اتحمل. فوضع على ظهره دقيقا وزيتا وغيرها من الاشياء التي تؤكل، وجاء الى الامراه وقال لها اترك الباب مفتوحه. قالت له، قال اطبخ لها انا؟ قالت لا، لا تجيد طعامهم مثلي. فقال اذن اذهبي انت وأعد لهم الطعام وأنا أصبرهم. بعدين اتخذ قوانين تتفق مع هذه الصيغة. شاف أكو حالة جديدة إنسانية تتطلب تغيير بالقوانين، تتطلب تغيير بالمكاييل المقررة. وبالتالي أبو الحسن كان يراعي الظرف. ولهذا الإمام علي عليه السلام من إجل الكوفة كان الخراج يفرض على الأرض الزينة والأرض المزينة، ويزرع قمح ويزرع بطيخ ويزرع كل نفس الشيء. اجا شاف أكو ناس قريبين من النهر المي يجيهم رغد، وناس بعيدين المي قليل يعتمد مثلا على هذا الشيء، وناس يزرع مادة مثلا بآخر لحظة تنتهي مثل السمسم، أكو ناس مادة حتى لو تأتيها مثلا عواصف تأتيها أمطار تبقى. يعني شاف اكو مواد قادره ان تقاوم الظروف الجويه، ومواد لا تقاوم، واكو مواد بعيده. قال لا، اذا يحسب الخراج على حسب الظرف وعلى حسب الماده. فكل ماده اوجد لها خراج معين. هذا تطور للفكر الاسلامي ما كان موجود بعد ذلك طبعا اللغه هذا. وذلك الإمام علي أوجد شيء يجي يقول لك الإمام علي التهى بالحروب. الإمام علي أوجد نظاما عظيما، أوجد نقابات. شنو النقابات؟ أحسن حداد وكبير بالسن خلاه نقيب الحدادين، أحسن نجار خلاه بهذا، أحسن بناء خلاه نقيب البنائين. قالوا ما مهمنتنا؟ قال تقفون عند القاضي إن كانت هنالك شكوى ضد نجار فأنت تكون إلى جانبه، لأنك أعلم الناس من القاضي بطبيعة التقصير. نجار والله قال لك كسرت ومن شنو، قال له أنا حطيت له غيره ومن شنو، هاي الأشياء ما تمشي على النقيب. يجي يقول له والله ساعة تلقى حضرة القاضي يعني حطيت له، بس هم داسوا عليه وحطيته وحط له مثلا خشب شام أو شيء، هاي ما تمشي على النقيب. هذا النقيب قال له أنا أعوف شغلتي، يعطوه فلوس الفترة اللي إجا وقف فيها للقاضي. أي يوجد عدل؟ أي يوجد دقة في العدل؟ كان القضاة عند علي بن أبي طالب قضاة يختارون، وقال يعني أول شيء العدل يقام أول ما يقام على السلطة وعلى أفراد السلطة ومحيطي السلطة. إن أقمت العدل على هؤلاء استقام المجتمع. يعني دولة تمثل كله، ما يعني ماكو رأفة، ماكو تقيس ظروف معينة، لأن دولة لو ضبطت إياهم إن شاء الله راح تضبطها ويا الآخرين. فعندما يرون الشعب أن القاضي يحاكم المسؤول بهذه الدقة سيرعوي. ولكن لو شاهد القاضي بأن يعطي بعض الميزات لهذا المسؤول فبالتأكيد أنه سيكون في حالة تشجعه على ارتكاب التدليس وغيرها من الأشياء. فذلك الإمام علي هذه لم يتحدث عليها أحد، تحدثوا فقط علي طالب سوى صفين سوى النقل، بس قاتل شايل سيفه، بينما هو أقام العلم والأدب واللغة وكل شيء والفقه. الفقه الإسلامي
وجد في زمن علي. طبعا الموضوع طويل، سأكمل الحديث في الأيام القادمة إن شاء الله. وبذلك أقول لكم شكرا جزيلا وإلى اللقاء معك، تحياتي.